شو بخشانة؟ شو هيدن؟ مبسوط بالشغل هون؟ ايه طبعاً مبسوط يا هيدن. قهوة مرتبة وكذا ايه وبعدين حس حالي هيك انه عم طلع مصاري وكذا وبدي خلص ما عم بقول لك يا بيابي شو بدك ضلك تاخذ مصروفك من بيك؟ معك حق يا هيدن هيك لازم بلش تتكل على حالك ايه طبعاً طبعاً هيك بينبسط بي كثير يعني مع الوقت بصير بينبسط كثير أكيد بده ينبسط ما يعرف ايه شو رح ينبسط هيدن بعدين بينبسط منك كثير بعدين بقول انه انت مش عم تعمل لي مشاكل وهيك يعني انه انا ما بعمل لك مشاكل يا جابي انت بتجيب المشاكل لحالك بصير يحبك يا عادل اه خلص لازم يفهم بقى عادل هيدا المطعم كتير حلو بعدين عم بيجي كتير حريم يا عادل لا هيك الاشطاليطة احلى من واكل يا اشطاليطة يا عادل ايه عم بيجي كتير اشي حلو برافو برافو اطفيت اطفيت هيك شو بدي هلا ما فيش اطول كثير معك في عندي ناس بدي اروح شوف شو بدهم انا جيت اطمن عليك وقلت انا بدي اشرب لي فنجان قهوه هون هون عادل انا بحبها القهوه لذيذه عادل ليك ما الاثنين هون يا عادل ما تلطش البنات لا لا يا عادل اكل لي اشطالين عيب عادل عيب بدك تشتغل وتكون محترم يلا يا عادل يلا يلا روح روح انا هون اي انا هون انا هون يا عادل انا هونيك يا عادل يا اهلا يا اهلا اهلا دموزيل اهلا دموزيليت يا اهلا يا دموزيليت اهلا ايه شوفي بجيب لك ايه نعم للمنيو لا لا ما لي جديد اقرا بس شو عندك لنتغدى هيك شيء طيب ايه شو بتحبيه كهلا مثلا كغداء او كمثلا ترويقه او شو بتحبيه شو شايف قد ايه الساعه مصير الساعه 1 ونص بيكون غدا ولا ترويقه ايه بجيب لك ايه للمنيو ما بدك ما بدي المنيو عم بقول لك شو عندك اكل بتحبي جيش شو يا عين ملا جيش عندك صدر نعم عندك صدر يا دموزيل شو بشي بعقليته هيدا؟ لا صدر الدجاج هلا انا عندي صدوره يعني طيب شو غير شي غير عندكم ما... صدوره عندكم فخاد هي بتاكلوا اكل يا حبيبي يا عين ما بعرف ما مطفيين بالثوم والحامض يا عين ما بدي دجاج ما بدك دجاج لا ما بدي دجاج طيب ما بدي دجاج ولا فخاد ولا شيء طيب ولا فخاد بتحبي لحمي؟ بتحبي لحمي؟ نعم بتاكلي ناي للحمي؟ بحبي هبرة؟ يا خي ما بدنا ناي عندك هبرة؟ يا شو طيب الهبرة بتاكل أكل ما أنا بحب شو بيه الهبرة يا عين مات؟ نعم نعم ما بدي ما بيأكل ناي طيب يلا ما بدنا لحمي وما بدنا دجاج بتاكلي بايض؟ بجيب لك بايضتين بقلي لك اياهم طفي لك اياهم يا حبيبي عم قلك لك غدا بتقلي بيض؟ بايض بايضتين بجننوا هلا بلا بايض كمان بيض بياكلوه على الترويقه بياكلوه بالغدا بتاكلي ناي للبيض بيشربوه شرب هيك يا عين خلصني بقى بيض ما بدها بيض بدك حمام بجيب لك حمامي بحشي لك حمام عندي حمامي بعدني جايبها من المزرعه طازه بحشي لك اياها بحط لك اياها بالفرن بحط لك اياها ليك 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 يا عين اسمعني شوي ايه لحظه بدك كسكس جيب لي كسكس تعرف شو بدي عندي كسكس بحط لك اياه بالفرن فوت لك اياه على الاخر بيحمى كثير برجع بشيله من الفرن شو بك اسكت خلص بقى بجيب لك اياه وين مديرك خيي وين مدير المحل حول جيب لي مدير المحل هلا ايش واحد بلا اخلاق سوري سوري لا مش معقول كثير على قد سوري يا دموزيل حضرتك المدير هون نعم نعم ايه نعم نعم ما تقلي لا نعم ولا 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 شيء سوري بس شوفي انا بحب مش حاطين متر بلا اخلاق ازعر مرت وما بعرف شو بدي اعمل فيه بلا ذوق بلا ذوق جابي ما تحكي ما تحكي جابي مش عارفين شو بدهم ياكلوا ما تقلي مش عارفين شو بدنا ناكل دموزيل انا بحلها واحد ازعر انا بحلها سوري حقك علي انا بحلها انت بتحلها نعم انا بحلها هيك بتحلها قد ايه قلنا بنجي على المحل خلص أنا جايبين لنا هيدا انا بحاسبه زباين محل نحن شو هيدا ما تقلي بتحاسبه عيط لي لصاحب المحل لا ما انا لا 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 مش مسموح شو عم يحكي معنا طيب. هاي قلت اخلاق وقلت ذوق طيب سوري سوري خلص روح عيط لي لصاحب المحل شو اوكي اوكي هلا 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 يعني ولا كلمه ما تحكي ولا كلمه انت واحد بلا ذوق خلص مسيو سمعان سمعين اسمه صاحب المحل صاحب المحل اسمه سمعين مسيو سمعان تفضل لو سمحت جيبي بابي مش عم بدهم ياكلوا فكروني عم لطشهم انا مش عم لطشهم شو عم بيصير يا استاذ؟ مسيو سمعان جابي موظف جديد عندنا وعم بيسمع الزبونات كلام في قله تهذيب هيك يا جابي؟ وين هو عادل؟ عادل؟ هون عادل عادل؟ سمعان؟ شو عم بيصير هون؟ كيفك عمو سمعان؟ مش منيح ايه شو بخير؟ شو صاير مع جابي؟
انا مش عم لطزون، اني فكر وانا عم لطزون لاني لا انا لا لا انا ما هو قال لي انا ما قال لي لتعرف على البنات. بس انا ما قلت لك تلطشون، انا ما قلت انا سوري اذا عم بلطشون للبنات، انا ما خصني. اي معلش يلطش البنات، ما هو شاب لازم يلطش البنات، مش هيدي المشكله. شو المشكل؟ المشكل انه كيف بتشغلوا لابني جابي هون ويشتغل هو ويطلع مصاري وانا اللي عم بصرف عليه، انا اللي عم بامن له مصاري، كيف بتشغلوا هون؟ لكن ما كان بيتكل على حاله. انا قلت هو عارف شو عملت يا عادل؟ شو عملت؟ عملت لي مشكلة يا عادل. خليك عندك يا عادل، ما تفل من هون. وليه؟ عايزك هرب هرب. عادل؟ أنا؟ ميت مرة صرت أقول لك يا عادل ما تشغل ابني قبل ما تسألني هيك أسئلة. شو ما تفهم؟ إيش؟